من أحكام الفقه إيه؟ من أحكام الفقه إن يقول لك طيب أنا اكتشفتها وعايزة أطلقها بقى، ما تقطش إن هي خبت علي حتى أو كذا إلى آخره، ماشي تديها كل حقوقها. واحد بعد ما اتجوز جه زي ما أنت بتقول واكتشف إنها مش بكر، بعد ما نام معاه لا يصدق. مين اللي لا يصدق؟ هو لا يصدق؟ هو لا يصدق. قال له انت مش نمت معاها؟ قال له اه. قال له ما انت اللي ازلت البكارة. قال له لا ده انا اصلا فنان وعارف البكارة ايه واللي مش بكارة ايه، ولا يسمع له. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ اصل حكاية البكارة دي معقدة للغاية، ولانها علامة مؤقتة، ولانها علامة غير يقينية، ولانها مختلفة المردود في أجساد البنات. ولذلك إحنا بنقول قواعدنا نمرة واحد الستر وعدم الإخبار وعدم كذا إلى آخره، وهي كما تتطوعش وتقول ولا تتطوع ولا تعمل حاجة. الستر الجميل هو الذي أمرنا به.